في لقاء آخر كيف كيف نلتقي بمعالي وزيرة الداخلية. إيه نعم، وزيرة الداخلية في تونس اليوم باش تكون معنا ومع شعبها. معالي الوزير، وكان ذكرنا باسمك سيادتك على خاطر أنت معينة جديدة، واليوم واحد الشعب مازال ما يعرفش اسمك. السيدة مريم البحوري. مدام سيدة، لو كان نسألوك أنت توا باش أخذت الوزارة سي اليوم واحد الحقيقة في الداخلية، وأنت كامرأة تونسية تنوى شنو تنجم باش تاخذ قرارات، قرارات صارمة وصائبة بقدر الجرأة نتاع المرأة التونسية؟ القرارات نشوف الأوضاع ساعة اللي في البلاد شنو بالضبط، وأول نقطة معناها نشوف الكوادر اللي هما شنو هما معناها شنو نجموا يسيروا، هذه حاجة. من ناحية ثانية زيارة الفشئية جزء معناها أهم حاجة هي زيارة الفشئية في كل ترافاي سور تيغان، معناها هذيك أهم حاجة بشنو يتحسن البلاد. وفما حملات أمنية بخاس كل يوم، كل يوم حملات الأمنية باش ياخذوا على الناس اللي تسرق والناس اللي تهرب والناس اللي برشا أمور، وربي يوفقني وكاو. معالي الوزيرة، باش أنت باش تمسك بك البروتوكول نتاع البروتوكول؟ لا حتى شيء، لا حتى بروتوكول إنسان. ما تخافش تخرج هكا للسورتيرا؟ عادي، مواطن عادي، هو الوزير هو إنسان عادي، معناها كيفنا كيفو، بالعكس ما نهزنا معي حتى واحد ولا نعمل حتى بروتوكول، تخافي سورتيرا هذاك أمن بيه. معالي الوزيرة باش تكون مسلحة ولا ليه؟ مانيش مسلحة. حتى سلاحك شنو مالا معالي الوزيرة؟ حاجة مش قدر لي ربي، مش قدر سواء مسلحة ولا مش مسلح. هاك تشوف. صحيح. إيمان كبير برشا 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 من معالي الوزيرة أنها تقول لك احنا من الشعب وإليه دونك باش تتخذ قرارات بالحق جريئة برشا، عمره ما عملها حتى وزير تقريبا حتى في العالم الكل مش في تونس برك. إلا مرحبا بيك.